فقرة بالعقل. امبارح انا فتحت مع حضراتكم ملف المدير الفني لاتحاد كرة القدم، ومن بعد ما فتحنا هذا الكلام بدأت التحركات السريعة داخل الاتحاد المصري للانتهاء من هذا الملف. بس سألناهم ودايما بالعقل، هو المدير الفني جاي يشتغل ايه؟ احنا مش ماري منيب، مش قاعدين في البلكونة وانت جاي يشتغل ايه؟ لا، احنا بنسأل سؤال من راجل يعني، او من مجموعة بتعد برنامج محترم، بتسأل سؤال لاتحاد كرة محترم، بتسأله سؤال، بتقول له من فضل حضرتك المدير الفني هيجي يعمل ايه؟ هل المدير الفني له عمل معين في اتحاد كرة القدم؟ معرفش. وانا قلت لحضراتكم امبارح المدير الفني عنده واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة دي خلصانة، طب انا جايبه ليه؟ لمجرد ان يكون هنا موجود مدير فني؟ معرفش. اتحاد كرة القدم طرح ثلاث سيناريوهات، الاول دكتور محمود سعد يعود مرة أخرى. دكتور محمود سعد بالمناسبة من أفضل الناس اللي شغلت هذا المنصب، رجل محترم والكل بيدين لي بالولاء والاحترام والأدب. الدكتور محمود سعد نجم نادي الزمالك السابق ومدير فني نادي الزمالك السابق، في بعض بيحاول أن هو أو بيراهن على عودة دكتور محمود سعد. السيناريو الثاني تعيين دكتور جمال محمد علي مدير إدارة مدربين ومدير فني للاتحاد، أو تغيير المسمى لمدير رياضي، فده هيبقى مخالف للوائح الفيفا، لأن مفيش حاجة اسمها مدير رياضي لاتحاد كرة القدم. المدير الرياضي ده يا جماعة في الأندية، أنا بقول لكم من دلوقتي وهنشوف. والمسمى الرسمي المدير الفني أو المدير التقني، أنا آسف. فدي دول السيناريو الأول والسيناريو الثاني. أما السيناريو الثالث هو تعيين مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم من أحد الأسماء اللامعة التي سبق لها الاحتراف في أوروبا. هل سيوافق أي حد من هذه الأسماء عشان يكون موجود؟ مش عارفين هو هيشتغل إيه، وهو نفسه مش عارف هيكون بيشتغل إيه. وهقول لحضراتكم دلوقتي دي معلومات مؤكدة، مش مجرد تكهنات. واللي حابب ينفي أو يرد من اتحاد الكرة أهلا وسهلا يوريني. طيب، أولا المعلومات اللي أنا هقولها دي مهمة جدا، وهي معلومات وليست تكهنات. أولا، الفيفا غير راضي عن أداء اتحاد كرة القدم في ملف الهيكلة الإدارية للاتحاد، لأنه في نواقص. أبرز هذه النواقص منصب المدير الفني للاتحاد. كمان الفيفا في وقت سابق اعترض على وجود دكتور جمال محمد علي في بعض الاجتماعات الخاصة بالمديرين الفنيين بالاتحاد، بخلاف ايضا شكوى سابقه من الفيفا، يعني دي كانت بشكل ودي بقى، للمدير التنفيذي للاتحاد من بعض الاجتماعات الخاصه بالمديرين الفنيين للاتحادات. وهذه الاجتماعات بتتم عبر زوم، ما بيحضرهاش اتحاد كره القدم المصري. ولما بيتم وضع اسم دكتور جمال محمد علي بيعتذر وما بيحضرش. الخلاصه، وللأسف مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالي شايف إن مفيش أهمية لمنصب المدير الفني للاتحاد، وبيقولوا نصا كده، يعني هو هيجي يعمل إيه؟ أنا معاكم بصراحة، هيجي يعمل إيه؟ لأن كل حاجة معمولة وجاهزة. ولكن اتصدموا طبعا بأن دعم الفيفا للاتحاد مش هيوصل إلا في حالة وجود مدير فني للاتحاد بشكل رسمي، مش قائم بأعمال، مش قائم بأعمال بشكل رسمي. الحقيقة الوحيدة يعني اللي مش لاقي أي عقل في الموضوع ده، إن احنا مش لاقيين حاجة نناقشها. مش لاقيين حاجة نناقشها ليه؟ لأنه المدير الفني جاي يشتغل إيه؟ أنت هتحط مدير فني لمجرد إن أنت هتحط مدير فني اسما فقط عشان تبعت للاتحاد الدولي تقول له إن عندي مدير فني؟ معرفش. خلينا نروح للموضوع الثاني، وهي موضوع مهم برضو بالنسبة لي وبالنسبة لحضراتكم. علاقة الأهلي بكل الأندية العربية والإفريقية أكثر من رائعة، هايلة وجيدة جدا، وده كان واضح جدا من خلال اللقاءات والأحاديث
من مسؤولي كل الفرق العربية والإفريقية في الفترة الأخيرة، ودي حاجة إن دلت فتدل على مكانة النادي الأهلي وحجم النادي الأهلي وسط الأندية العربية والإفريقية. ودائما الأهلي هو كبير القارة، وهو النادي الأكثر تتويجا بالبطولات، والنادي الأكثر جماهيرية، ويمتلك جماهيرية كبيرة في كل الدول العربية والإفريقية. وخدوا بال حضراتكم، كل الأندية في شمال أفريقيا لها باع كبير في هذه الأمور، وخصوصا لما يبقى عندك نادي زي وفاق سطيف الجزائري من الأندية العربية الكبيرة والعريقة، وعلاقة كبيرة وود وعلاقة ود رائعة بتجمعه دائما بالنادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء مع سعد هلال الأمين العام لنادي وفاق سطيف، وحديث عن علاقة النادي الأهلي القوية بوفاق سطيف.